ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ايه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ويه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. شفت هذا الكون شكي واليقين، وثق وحدد من معاي ومو معاك. تعرف اني كل شوقك والحنين. خذ من القلب الخلي قلبي ولين، وخليني ما بين شكي واليقين. ثق وحدد من معاي معاك، وتعرف اني كل شوقك والحنين. بين عقل وبين قلب وبين روح، والتفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل الا اني عاشقك صمت وبوح. بين عقل وبين قلب وبين روح،
السلام عليكم. وعليكم السلام. ابغى اشوف الاستاذ عبد الله، هذه الاوراق ضروري ولازم اوقع عليها. عمي عبد الله مو موجود. عبد الله مسكر تليفوناته ومو قادر نوصل له، وامور كثيره قاعده تتعجل. والله ما ادري ايش اقول لك يا اخوي خلفان. سالم، امور الشركه قاعده تتوقف. الظاهر مو بشركه بتوقف، حياتنا كلها بتوقف. زين خلنا اشوفه، يمكن اقدر اقنعه وخليه يوقع على هذه الاوراق. اسمح لي يا خلفان، اصلا هو ما يبغى يشوف حد. هيك راح يكون توزيع الفترات الإعلانية في البرنامج. إيه ممتاز، صار في مكان لهالنوع من الإعلانات. وبهيك بنكون رفعنا الإيرادات بشكل كثير كبير. ظل بس موضوع رعاية عبد الله لبرنامج يارا. بصراحة هذا الموضوع مخوفني كثير، لازم نلاقي له حلول بأسرع وقت. يصير خير إن شاء الله. عامر، الموضوع اللي تكلمنا فيه جبت سيرة لحد أنت؟ أي موضوع؟ موضوع الخلافات العائلية بين عبد الله ويارا. لا لا ابدا، بعدين انت ما حكيت لي تفاصيل. على كيف وصل للاعلام هالحكي؟ استاذ راشد انت ادرى الناس، احنا في وسط اعلامي ممكن تكون اشاعة واردة، يعني كل النجوم بتعرضوا لهي الاشاعات، لسه في بلاوي اكثر من هيك يعني. صحيح، مو مشكلة، ما بعت لك عن شغلك. يعطيك العافية. الله معك. يعطيك العافية على تقارير سيف، حلوين وايد. الله يعافيك. بس صراحة إذا تركتنا أخاف مستوى البرنامج ينزل. ويني هالشمسة؟ أنا بعدني مبتدئ، الشباب اللي يشتغلون في القناة أحسن مني وعندهم خبرة أكثر بوايد. لا يا سيف، أنت ستايلك حلو ويعجبني ويناسب برنامجي الجديد، والصراحة نحن توجهنا شبابي، وأنت أفضل واحد تكون عندي في البرنامج. أنا لحد الحين معاكم، يوم بترد إن شاء الله يا رب السلامة بنشوف شو بنسوي. خير إن شاء الله. الو الو، هلا كندا، ايش حالك؟ اهلين سلطان، متصل خبرت اني يومين وياي البلاد ان شاء الله. عن جد عم تحكي؟ يعني ما عم تمزح؟ ليش اتمسخر؟ جد جاي ان شاء الله. طيب يعني انت جاي زياره ولا بدك تقعد على طول؟ لا اجازه بس اكيد بمر على المحطه. طيب رح كون عم استناك. يا الله يا سلطان، ما بتخيل قديش انا مبسوطه هلا. وانا بعد، وعلى فكره ترى اشتقت لكم وايد. نحن كمان كثير اشتقنا لك، بالتحديد انا. وانا بعد مشتاق لك وايد. في امان الله. مع السلامه. الله معك. وحياتك ما عاش اللي يزعل منك يا الحبيب. تعرف انت شو يسمونك بالانجليزي؟ لندن ويذر يا ويذر. انت كل يوم تجلب، يوم يمين ويوم يسار، وانا وياك اي شيء تامر به على الخشم. انا تعبت من هالروتين، زهقت يعني. لو مو بناتي بهالدنيا كان انا خلاص. افا افا يا الحبيب، رفيج دربك انا وياك، وحياتك ما عاش الملل اللي قرب صوبك الحبيب. وحياتك اسوي لك احلى سهره ما صارت. وحياتك الحبيب. انت ما زهقت؟ صدق ولا صدق ما زهقت، ما تعبت، كله سهر ولوية، ما تعبت صدق؟ والله بيني وبينك سليمان، أنا تعبت ومليت، وياسف أني أسوي لي مشروع حلو كذا يعني. مشروع شنو؟ قلت لي مشروع شويت وجابك الله. أفكر في تجارة الأخشاب. طلع حواليك، الخشب موجود في كل مكان. بعدين الخشب ترى مادة فخمة، والتجارة مضمونة، والشريك أجنبي. حلو، خلاص أنا بعرض الموضوع هذا على شركائي، إذا وافقوا ندش معك.
واذا ما وافقوا انا ادش معك شريك، ايش رايك؟ والله تعرف يا ابو صالح الشركه ما اظن يوافقون، وانا ما ابغى غيرك انت الشريك صراحه. حاضر انا بشاركك، كم تبي؟ هي 20 مليون. 20 مليون وايد؟ لا ما بوايد على التوكيلات اللي انا جايبنها، ترى هامش الربح كبير وايد. خلاص انا معاك على اللي اقدر عليه، نجاحك من نجاحي. كفو كفو والله، هذا عشان يفيك. ايوه هذا الصديق. ايش فيك تضحك؟ لا يكون مسوي فيني الكاميرا الخفيه وما تبغى تشاركني؟ لا اول مره اشوفك تكلمني موضوع جدي، انا متعود عليك تبي تسهر خرابيط، يعني اول مره اشوفك تفكر بمشروع حق مستقبلك. انا بتاع كله يا الحبيب. كان ضروري تنزل هالإجازة يعني؟ والله شيء مهم، ولكن ما بتأخر وراجع لك. شيء مهم ولا الحب؟ ما شيء حب يا أخوي، صدقني ساير أخلص شغلة وراجع لك، بس أول ما يستوي أنت أول واحد بتعرف. هيا سلمني على كل حبة رمل في البلاد. يوصل ترياك. ها؟ أكيد. هني انا كده يعتبر ما باخدش حاجه، انا حتى مش عارفه امن مصاريفي. بعدين قومي تلبين ملايين لعب، وبعدين شو اسمه امني المبلغ اللي قلت لك عليه. برضو مش هقدر يا هيني. ولا انا اقدر اسوي لك شيء، ولا انا اقدر اسوي لك شيء. قال فيش تنسحبين عادي، روحي اذا وطي الفرصه لغيرك عادي عادي. يلا تتكلم كده ليه؟ لان هذا شغل، وانت كل يوم يا تنقيني تنقيني تنقيني. قلت لك دفعي على مود تقبضين سهله. طب على فكره بقى، انا من قبل ما اعرفك كان معايا فلوس اكتر من كده بكتير، لكن بص دلوقتي مبقاش معايا اي حاجه. لا حبيبتي، عندك مليونين متابع وهذا راس مال، ما عندي فلوس. الو لك هلا بالحب. شلون على بالحب؟ اهلا هلا خالي. ازيك يا خالي؟ هلا خالي. هلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. ما تتصورش انا مبسوط قدين يا اشوفك بعد الوقت ده كله. والله يا خالي انا فرحان اكثر، اول ما رديت من السفر قلت لازم امر اسلم عليكم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت عارف انك انت في مقام اولادي. ديت راسك يا خالي، الله يسلمك ويعافيك. اخبار الاهل عاملين ايه؟ الحمد لله على كل اللي بيجيبه ربنا. الحمد لله الحمد لله. يا هلا عندها شويه مشاكل. أنا يا خالي سمعت إنها راح تنفصل عن زوجها، نفس ما قريت في الصفحات، بس إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. هي مشاكل بتاعت الحياة، ولكن يارا قوية وحتجتاز المرحلة إن شاء الله. يا خالي يارا ما ينخاف عليها. قل لي وفاء شو أخبارها؟ وفاء بتعمل شغلانة دمها خفيف جدا، هي مبسوطة منها قوي. عاملة دار نشر كتب، بتحب الكتب. نفس ما هي، صديقة الكتب، ما تغيرت. خالي كايلا شو اخبارها؟ ما اشوفها في البيت. كايلا الله يسترها حبيبتي، هي الوحيده اللي مونساني في البيت، بس عايشه الليل ونهار مع الانترنت، عارفه اخبار الناس والناس عارفه اخبارها، وتلاقيكم انتوا الاثنين عارفين اخبار بعض. متابعينها يا خالي وعارف اخبارها كلها اول باول. والله ثقافه الانترنت دي انا مش فاهمها ولا هفهمها. احنا زمان كانت الثقافه بتاعتنا الزيارات ومجالس، النهارده الناس كلها غرقانه في الموبايل بتاعها ليل ونهار. تعرف يا خالي كل جيل يختلف عن اللي قبله. ما علينا يا حبيبي. وانت بقى بالنسبه لك المستقبل شكله ايه؟ استقرار وعمل هنا؟ استقرار يا خالي وبقعد على جنبك، خلصت تخصص وحاب اسوي لي شيء هنا، لان هني الفرص وايده وممتازه للشباب. يا رب يا رب يوفقك في كل خطوه بتعملها. الله يسمع منك يا اجمل خال في الدنيا. بابي ها
تعالي كايلا حبيبتي تعالي، في مفاجأة هنا، شوفي مين هنا. ازيك يا خالد؟ تمام يا كايلا، انت شو اخبارك؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عافية. خلاص ما فيش سفر، هيستقر هنا ويشتغل هنا ان شاء الله. اه فرحت لك، مبروك. شكرا، يعطيك العافية. بعد اذنك هروح اجيب الموبايل بتاعي واكلم وفاء، هتنبسط قوي لما هتعرف انك هنا. ان شاء الله خالد. كندا احلى شاي حبيبتي. ثانك يو. طيبين كثير والله. زين شفنا ضحكتك. اي والله معك حق صراحه، هاي الفتره اللي مرقت كثير كانت صعبه، ما بعرف ليش كان عندي احساس انه ما في شيء عم يزبط. يارا مو هون وما حدا بيعرف شو ظروفها، وبرنامج موقف، سلطان سافر. بس اليوم وقت اللي عرفت انه جاي عم هيك حسيت طاقة إيجابية، انبسطت كثير. فهمنا الموضوع، هو القلب. هلا لا تبلشي، بدي أشوفك بس لما بينذكر اسمه لسيف أنت شو بصير فيكي. ما في شيء، ما في شيء. طيب طيب قولي لي متى بيوصل؟ ما بعرف، ما أعطاني تفاصيل عن الموضوع، بس اللي بعرفه إنه أنا ما بدي أتشائم ومبسوطة كثير بس. يعني بعد شوي بنشوف مشاعر وشاعر. طيب روحي يا شاعرة، روحي. روحي روحي لشغلك، روحي. خطرة.
1-1 الى 1-1 كي بس اسمعني اجب. 1-1 الى 1-1 اسمعك بوضوح ارسل اجب. اليكم التقرير المفصل. تعرضنا لعمليه مفاجئه من قبل العدو. العدو عباره عن جماعه ارهابيه تتكون من قناص وثلاث افراد مشاة. تم القضاء على القناص وهروب الافراد الباقين. بالنسبه للخسائر البشريه يوجد لدينا اصابه واحده فقط وهي المراسل التلفزيوني المرافق لنا. انتهى. 1-1 الى 1-1 استلم. انتهى. ما بعرف هو خبرني انه جاي بس صراحه قلبي مو مطمن. لا تطمني ان شاء الله ما في الا العافيه. خلينا نتصرف. بس آسف على الاتصال، شفتي الإيميل؟ لا ما شفتوش، ليه؟ في إيه تاني؟ واصلنا إيميل من الفاشن إيجنسي، يريدوك تدفعين حتى ندخل العرض الجاي. تاني؟ دفع تاني؟ لا، أنا بقاش معاي فلوس، أجيب لكم منين؟ إيه، أخذي من أختك يارا، مو هواي، كلها 40,000. كم؟ لا 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 لا، أنت أكيد بتهزر. بقول لك إيه، أنا عايزة أنسحب من كل اللي أنت عمال تعمله ده. تنسحبي؟ هي انسحبي براحتك، بس سدي لعليك الاول. اللي هو ايه بقى اللي علي ان شاء الله؟ انا دفعت مني للايجنسي ولازم تراجعيهم يعني. وانت دفعت امتى بقى؟ على فكره بقى انت واحد بلا غلط، هذا شغل، يا تراجعي لي فلوسي يا تدفعي لهم ونكمل، وانت بكيفك. تشاو. ليش يعني وين؟ ظاهر ان اصابته خطيره. نقلوه للمستشفى بالجو. يا لطيف. طب يعني هو باي مشفى هلا؟ غالبا يودوه للمستشفى العسكري. طب ما فينا نروح نشوفه يعني بس هيك نطمن عليه نوقف معه؟ مو الحين، مو الحين بنروح له ان شاء الله، بس هدي نفسك تدعي له بس. الله يشفيه يا رب. الله يشفيه. عن جد يا استاذ راشد انت ما بتعرف هذا الشخص قديش هو نبيل ومخلص بشغله، ما بتعرف. اعرف عادل. الله يعطي الصحة والعافية ان شاء الله. طمني بس. انت احسن دلوقتي؟ مش عارف. احسن الحمد لله. انا قلقانة عليكي قوي قوي يا يارا. تشغليش بالك. انا كويسة. انت ليه عايزه تحرميني ان انا اكون جنبك في ظروف زي دي؟ انت اختي. لا انت مش اختي بس، انت اختي وصاحبتي وحبيبتي. معلش انا اسفه، انا كده كويسه، محتاجه ابقى لوحدي شويه اكتر. خلاص يا حبيبتي زي ما تحبي. طمنيني كله تمام؟ بابي وكايلا وراشد كلهم بخير؟ احنا كلنا كويسين يا حبيبتي الحمد لله. يارا كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا لقيت مكان كويس قوي قوي، هفتحه دار النشر. الف مبروك يا حبيبي. جود لك. مش ناقصنا بس غير انك تكوني جنبنا وكويسه. انا كويسه طول عمري جنبك. طيب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك، مع السلامه. وانت كمان باي.
للحبيب. شو ما رقد؟ لا سهرانين في نفس المكان. هلا ويلكم باك، ويلكم باك يا الغالي. عينة رياك وحياتك راح اشعل لك المكان، حياتي وحياتك الحبيب. سلامي. هلا العب 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 العب. واه يا سلام يا سلام، روح روح روح. لا والا شعورتك زمان يا خالد. انت فاكر يوم ما وقعت في البسين دي اللي هم قاعد كده طالع عمال تغطي؟ كان شيء قوي قوي يا بابا. قوي. خلاص يا خالي انا كبرت وايام الشقاوه دي خلصت خلاص. على العموم انا اعتذر للي بترخص رايح. ايه ده انت عايز تمشي؟ الظاهر ان انت زهقت يا بابا. عموما هنقعد مع بعض كتير ان شاء الله. ان شاء الله. ولا تنسين تسلميني على راشد وسلمي على كايلا وايد لاني ما لحقت اشوفها. حاضر يا وسط. تحب اوصلك؟ خالي ارتاح ارتاح. انت قلت لي البيت بيتي وبعدين ما بروح صوب المذبح طالع. أيوة من كده. يلا مع السلامه. الله يحفظكم. حفظ الله يا حبيبي. يا سلام على الايام اللي بتجري. يا سيدي طبطب على جرحي لعله يطيب، وارجع وكون أول جنودك برض المعركة. يا سيدي طبطب على جرحي لعله يطيب، وارجع وكون أول جنودك برض المعركة. وإن ما كتب ربي وما طبت برجع صويب ودرب الشهادة لعل الله كتب ندركة. وإن ما كتب ربي وما طبت برجع صويب ودرب الشهادة لعل الله كتب ندركه. أما نجيب النصر
ولا عسى ما نجيب ونورد العايل حياض الموت والتهلكة دون الوطن مرحبا يا الموت يغلى حبيب شهيدنا حي عند الله وبلفه أبركه الله يعثر الردي دايم وظنه يخيب وجندينا يموت وسيف الحق ما يتركه وجندينا يموت وسيف الحق ما يتركه. شوف انا ما راح اطلب منك انك تخليني اكلم الاستاذ عبد الله، لكن اطلب منك ان انت اللي تكلمه وتفهم شو اللي قاعد يصير في الشركه. يا اخي مو بحياتنا بس اللي توقفت، في ناس فاتحه بيوتها من وراء هالشركه. سالم اللي قاعد يسويه عبد الله غلط، لازم تفهمه. يعني انا منو اكون عشان كلمه؟ شو من انت يا سالم؟ انت اقرب واحد حق الاستاذ عبد الله. شوف يا اخوي خلفان، انا صح على الاستاذ عبد الله وعد زوجته، بس انا ما اقدر اتدخل، واصلا انا ما اعرف شو اللي صار بينهم وليش صار كل هذا. شوف يا سالم، مو بلازم نترك عبد الله يسوي اللي يبغيه. يعني شو اللي بيدنا ونسويه؟ لازم نكلمه، وانت بالذات يا سالم لازم تكلمه، ما يصير نخلي عبد الله على حاله. يعني يرضيك اللي قاعد يصير يا سالم؟ طب على فكره بقى يا هيم، انا ما استفدتش منك باي حاجه. لا حبيبتي، استفاديتي، علمتك شلون تلبسين، شلون تحكين، شلون تتصرفين بالايفنتات. قبلي ما كنتي تسوين شيء. انت زي بتتكلم معايا كده؟ بتتكلم باحترام. هذا الموجود، عاجبك عاجبك، ما عاجبك الله وياك. على فكره بقى انت واحد نصاب. انا نصاب؟ حلو، حشوفك النصاب شو يسوي. سهل. سالم إيلس، أقول لك إيلس بلاك ما تسمع؟ السموحة يا عمي، ساعات الإنسان يخونه سمعه مثل ما يخونه تفكيره هو وعيه. هو الإنسان يغلط وبيتم يغلط لأنه إنسان، ولو كان غير كذي كان الله سبحانه وتعالى خلق له ملاك، والغلطة المقصودة بيندفع ثمنها مرة واحدة في العمر، لكنك تخرب حياتك وحياة اللي حواليك هذا الشيء وايد كبير. لو أدفع عمري كله ثمن لهالغلطة ما ظني يكفي، لكن حياتنا وكل اللي بنيناه يروح يضيع. قوم يا عمي قوم، ولا تخلي اللي صار يدمر حياتك. لا تيأس وحاول إلا ما الله يفرجها. اللي يحب ما يكره.